مرحبا بكم الناس الكل في أخبارنا الرياضية، الكشف عن موعد ومكان السوبر التونسي بين الترجي الرياضي التونسي والسيابي. باش نشاهدوا أكثر تفاصيل على هذا الموضوع ما تنسجل مع الفيديو أبوني للشان يوتيوب متاعنا باش توصلك كما قلنا آخر الأخبار. 2 أفريل هو موعد السوبر التونسي بين كما قلنا الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي، وسيقام بالدوحة تحت إشراف الاتحاد القطري لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم الجمعة 29 مارس. السوبر الأفريقي ضد الرجاء بالدوحة كذلك الثلاثية كما قلنا 2 أفريل، النادي الترجي التونسي والنادي البنزرتي في الدوحة. 2 أفريل هو السوبر التونسي بين الاسبيرانس والسيابي.